السلام عليكم. أي تغيير بالحياة سهل، مو صعب ولا مستحيل، لكن يحتاج منا عزيمة وإصرار وإرادة. وقبل كل شيء نحتاج التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس عيباً أن يبدأ الإنسان من الصفر، العيب هو البقاء على الخطأ. بعد هذه المقدمة التحفيزية مشاهدي الكريم، بادر واستعد وابدأ من الصفر. كل إنسان بالحياة يكره بل ويمقت الاستهزاء بكل أشكاله وطرقه، ولا يتقبل هذا التعامل من أي أحد. حتى المستهزئ بالناس يكره أن يستهزئ به من قبل الآخرين، وينتفض ويعارض إذا مورس عليه هذا السلوك أو التصرف غير المرغوب به، لأنه يشعر بالاستصغار والتحقير ويفقد الثقة بنفسه ويشعر بعدم تقبل المجتمع له. اليوم سنوضح ماذا يعني الاستهزاء بالآخرين، وما هي مساوئه، وما هي تأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع. الاستهزاء بالآخرين هو نفسه التنمر الذي نسمع به اليوم كثيراً. أياً كان المسمى، فهو سلوك مؤذي يلحق الجروح بمشاعر الناس ويدمر العلاقات. وأن يسخر شخص من آخر وإظهار عدم الاحترام له بهدف إثارة الغضب أو إحراجه وتقليل شأن المقابل. المستهزئ بالآخرين طبعاً يتفنن بطرق وكيفية استهزاءه، ولن يتوقف المستهزئ عند هذا الحد بل يتعداه، فيسخر من قدرات الأشخاص كذكائهم أو مهاراتهم أو إنجازاتهم، بل حتى يصل به الأمر إلى الاستهزاء بأفكار الآخرين كمعتقداتهم وآرائهم. طبعاً لا يخلو الاستهزاء بالآخرين من التبعات والعقبات المؤثرة والمؤلمة، فالاستهزاء بالآخرين يولد جرحاً عميقاً لمشاعر المقابل، ويؤدي إلى شعوره بالإهانة. والخطر الأكبر الذي يخلفه الاستهزاء بالآخرين هو تدمير العلاقات بين الناس، بل نسفها من الأساس في بعض الأحيان طبعاً، وبالتالي يفقد الإنسان أصدقائه ومقربيه. كل سلوك خاطئ يعدل إذا عزم صاحبه على تغييره، فمن كان يستهزئ بالناس عليه أن يسارع إلى علاج نفسه ويبدأ من الصفر، وذلك من خلال التعاطف مع مشاعر الآخرين وإدراك أن لكل شخص مشاعره واحتياجاته، ويجب أن يحترم الآخرين ويحترم أفكارهم حتى لو كانت مختلفة عن أفكاره، وأن يتحلى بالتواضع ويدرك بأنه ليس هو الأفضل الوحيد. فإذا أردت أن تنتقد شخصاً، يجب عليك أن يكون النقد بناءً ويساعد المقابل على التحسين دون إهانته أو جرح مشاعره. ولقد أمرنا القرآن الكريم مشاهدينا بعدم ممارسة هذا السلوك، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. دمتم سالمين وإلى اللقاء.